قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمنح، يمنح يبسط ويقبض، يعني يضيق. فبنقول للناس: من استطاع أن يفيد غيره بالقرض الحسن، إيه هو القرض الحسن؟ إنه يديله مبلغ من المال ويتم تقسيط هذا المبلغ بلا فائدة، من غير فايدة. بلا فائدة، ده قرض حسن. بالظبط. اللي هم بيقولوه إنه إحنا قلناها من قبل في من حلقتين ثلاثة، مسألة إن البنك بيخش كممول، بيعمل ما يعرف بنظام التمويل بالمرابحة، إنه بيبقى طرف ثالث شريطة أن يكون كل ذلك في مجلس العقد. بمعنى إن واحد رايح يشتري سيارة من المعرض، والمعرض ما بيقسطش، والسيارة دي ب100 ألف، فجه البنك دخل كممول اشترى السيارة ديت وباعها لصاحبنا ب110 ألف. بنقول هذه الصورة ما فيهاش أي مشكلة، والبنك ساعتها بيعمل ما يعرف انما هي بحظر الصوره بيع. اللي بينها وبين صاحبتها، ده قرض، ده هي بتسلفها لا فلوس. ما هي هترجع لها الفلوس بفايده ما احنا زي بنقول لا، البنك. ما هي بتقول لي اعمل ايه؟ لا، هي ما تاخد، مش هتاخد لا الفلوس ما بفايده. هي بتقول لك اهو، عشان بس انا ايه ما انا كنت بقول اهو من غير فايده. بس كده، من غير هي فايده، هي بتقول لك هتسلفها فلوس. هي قالت لها انت اولى من البنك، فهتاخد منها المبلغ وهتسدد لها قسط، واللي البنك هياخده فايده هتديه لصاحبتها فايده. لا، هو ده يختلف عن صورة تانية، بس عشان نوضحها للسادة بس ما هو انا المشاهدين. ده عشان كده لا، انا حاولت انا اسال. هي هتستلف من صاحبتها او هتسلف صاحبتها مال، هتسلفها 100 ألف، اقساط على يرجعوا على تسعة تسع اشهر شهور يرجعوا لها ال100 ألف زي ما هم. السؤال التاني بقى، الله يقول: ما على المحسنين من سبيل. بمعنى انا اقترضت من واحد صاحبي مبلغ من المال، قلت له ما تسلفني 100 ألف، اصل انا عندي، فسلفني ال100 ألف على ان انا هرجعهم له اقساط برضه هم نفسهم ال100 ايه؟ المئة ال100 ألف ألف. بعد ما سددت له كامل الاقساط وخلاص، واحنا كنا متفقين على ذلك، قمت انا بعد ما الموضوع انتهى خالص تماما وخلصت المعامله ما بيني وما بينه، قمت كافاته. لا دي هدية، دي حاجة تانية بالظبط، الله مش يقول: اتفاق. ما على المحسنين من سبيل، طالما خرج بره دايره الاتفاق. يعني ما ينفعش تعمل كده، لا، ما ينفعش هي تحل محل البنك. كل قرض جر نفع فهو ربا.